طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية والعربية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. بالنسبة لنا بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لم ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استخفاف في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي بامتياز. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، اليوم نريد أن نتحدث عن السياسة الإيرانية التوسعية في المنطقة والتهديدات الإيرانية، وعلى وجه الخصوص إن كانت في العراق أو الدول العربية المجاورة وتدخلاتها السافرة في العراق وسوريا واليمن واستهدافها لسفن تجارية ونفطية في الخليج العربي. حول هذا الموضوع لدينا الكثير من النقاط التي سوف نطرحها لنناقشها معكم، ودعونا نبدأ بتصريح المستشار الإيراني اللواء يحيى صفوي الذي وصف العراق وسوريا بالمكملين الاستراتيجيين لبلاده، وعد تحالف إيران معهما مشروعا لمواجهة ما سماها التهديدات الأجنبية لإيران. صفوي قال إن إيران ترتبط مع العراق وسوريا وحتى وصول البحر المتوسط بعلاقات استراتيجية، وأنها منفذ اقتصادي لإيران، وأكد على سعي طهران على زيادة الصادرات الإيرانية إن كان في العراق أو سوريا، وقال بأنه الصادرات الإيرانية وصلت إلى العراق لعشرة مليارات دولار والعام الماضي، وتسعى إلى أن تكون إلى 20 مليار دولار. طبعا هذا الأمر له ارتباط كذلك بتصريحات لرئيس الحكومة وسعي إيران إلى جعل العراق سوق لصادراتها، ممكن أن نربطها بالأحداث اللي صارت بالفترة الأخيرة والآونة الأخيرة والمستمرة مع الأسف، وهو حرق المزارع أو الأراضي الزراعية بالحنطة والشعير. الهدف منه كما أشار محللون هو لزيادة الصادرات الإيرانية من القمح إلى العراق. مع الحرائق الهائلة التي اجتاحت الأراضي الزراعية بمحصولي الحنطة والشعير، يخرج علينا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مقللا من حجم الخسائر، واعتباره بأن أغلب الحوادث حوادث الحرائق غير متعمدة، وأنها بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأنها أقل من السنة الماضية كما قال. مع العلم السنة الماضية يعني لم يشهد العراق حرائق، ربما إذا شهد فنسبة قليلة جدا وربما لا تذكر. خلونا نشوف بالبداية تصريح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي حول حرائق الحنطة والشعير في العراق. سؤالي للسيد وزير التجارة، هل إن الحرائق هذا العام أكثر أم أقل من العام الماضي؟ قال أقل من العام الماضي. الجو حار، المزارع كبيرة أصبحت، نحن تم زرع أكثر من ضعف المساحات التي زرعت في العام الماضي. حدث حوالي 262 حريق، مجموع ما حرق يقدر بأربعين ألف دونم، أحيانا أعشاب أحيانا حبوب حقيقية، ليس كلها حبوب حقيقية، ويجب عدم تضخيم مثل هذه المسائل، يجب الكلام بموضوعية عن الإنجازات وعن السلبيات.
يجب عدم تضخيم هذه المسائل. يعني آلاف أو عشرات الآلاف من الدونمات احترقت والحرائق ما زالت مستمرة، ويقول عدم تضخيم، يجب عدم تضخيم هذا الأمر. طبعا هذه اللغة تذكرنا بتصريح لعادل عبد المهدي عندما اتهم الأرجنتين بتهريب المخدرات إلى العراق، ولم يذكر إيران بأنها هي التي تصدر المخدرات إلى العراق، وبشهادة طبعا مسؤولين في العراق ومنها تصريح لقائد عمليات البصرة اللي صرح أنه أكثر من 80% من المخدرات تأتي من إيران إلى العراق. على كل حال دعونا نذهب إلى يعني موضوع آخر ومتصل، ومثل ما أشرنا في بداية الحلقة بأن التهديد والتوسع الإيراني إن كان في العراق أو في الدول العربية هو مرتبط ببعض، مرتبط بالمشروع الإيراني في المنطقة. النقطة الأخرى أو الموضوع الآخر هو استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران يوم أمس لمطار مدينة أبها الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية، واللي أسفر عن إصابة 26 مدني من المسافرين من جنسيات مختلفة بينهم أطفال ونساء، فضلا عن وقوع أضرار مادية في المطار. دعونا نشاهد استهداف المطار بصاروخ لميليشيا الحوثي. طبعا احنا راح نذكر ابرز التهديدات الايرانيه اللي صارت بالايام القليله الماضيه، ان كان اليوم او البارحه او الايام الماضيه. النقطه الثالثه والموضوع الثالث هو اللي صار اليوم من استهداف لناقلتي نفط بتفجيرات في خليج عمان قرب السواحل الايرانيه. دعونا نشاهد الصور الاولى لاحتراق الناقلتين في خليج عمان، نرجع لكم. طبعا هذه ثاني حادثة خطيرة خلال شهر تتعرض فيها ناقلات نفط لهجوم قرب مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره خمس النفط في العالم على الأقل. طبعا أربع ناقلات تعرضت في مايو أيار الماضي لتفجيرات قرب ميناء إماراتي، وانتهى تقرير مشترك قدمته الإمارات والسعودية والنرويج الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن الدولي إلى أن عبوات متفجرة وضعتها ضفادع بشرية في المنطقة، لكنه لم يوجه اللوم لأي بلد، ولكن كل المؤشرات تشير إلى أنه إيران هي الفاعلة، والأضرار كانت في تلك الحادثة قليلة. طبعا لم تشتعل حرائق ولم يتم إجلاء أحد من الناقلات أو السفن، أما الحادثة الأخيرة اللي صارت اليوم فكانت أكثر خطورة. نريد أن نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين وتعليقاتكم حول هذه الحوادث في العراق وفي المنطقة، السياسة الإيرانية والتهديدات الإيرانية إن كان في العراق أو في البلدان العربية إلى أين. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. أم أزهار تسمعيني؟ أم أزهار، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أم أزهار من بغداد. طبعا مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون رجح مسؤولية إيران عن الهجوم على ناقلتي في خليج عمان، وقال المسؤول الأمريكي بأن
إعلان إيران أنها أنقذت طاقم الناقلتين مضلل، مضيفا أن سفينة حربية أمريكية أنقذت 21 شخص من طاقم إحدى الناقلتين. وصرح المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية بأن اجتماعا عسكريا عقد صباح الخميس على مستوى القيادة الوسطى ورئاسة الأركان لبحث التطورات في منطقة الخليج في أعقاب تعرض ناقلتي نفط نرويجية ويابانية لهجوم في بحر عمان أدى إلى اشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميها. المسؤول قال بأن الاجتماع ركز على مراجعة خطط الطوارئ وبحث طريق للتعاطي مع الاعتداءات الإيرانية، وأوضح بأن كل المؤشرات والتقارير الاستخباراتية الأولية تشير إلى أن إيران أو ربما مجموعات تابعة لها تقف وراء الاعتداءين، وأضاف بأن إيران وحدها لديها القدرات على تنفيذ هجمات بهذا الحجم. وطبعا تسبب الحادث في صعود أسعار النفط، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين لتصل إلى 61.97%، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار لتبلغ 52.55 دولار أمريكي. طبعا كل هذا يأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران على شخصين وشركة مقرها العراق، مبينة بأن الشركة التي طالتها العقوبات هي SWRC والمعروفة أيضا باسم منابع ثروات الجنوب، وهي جزء من الشبكة المالية التابعة لفيلق القدس الإيراني. طبعا كأنه إيران ترسل رسائل إلى المنطقة وإلى المجتمع الدولي أنه كلما زادت العقوبات وكلما زادت الضغوط على إيران سوف تحرق هنا وهناك وسوف تضرب هنا وهناك، لكي ترسل رسائل إلى الدول المجاورة والمجتمع الدولي. معنا اتصال محمد من السعودية، تفضل محمد. يا أهلا وسهلا أستاذ عمر وسعيدك، حياك الله محمد. شلون تشوف الهجمات الإيرانية على إن كان بدعمها لميليشيا الحوثي على مطار أبها في السعودية، أو اليوم لحرق ناقلتي في خليج عمان، والأصابع طبعا تشير إلى وقوف إيران وراء هذه الهجمات؟ نعم بالتأكيد، لأنه يعني ما يؤكد كلام حضرتك قبل شوي، وزير الخارجية الأمريكي بومبيو تحدث وأشار بأنه العملية اللي كانت أو صارت في خليج عمان إنما هي يعني أيدي وب خلينا نقول يعني بنكون دقيقين في الكلام، كانت بأذرع إيرانية، لأنه التهديدات الحاصلة منذ يعني بدء العقوبات وهذه التصريحات العنترية سواء من خامنئي ولا من روحاني ولا من رئيس الحرس الثوري أو حتى من رئيس البرلمان رئيس مجلس الشورى عندهم، بأنه في حال يعني بدء تنفيذ هذه العقوبات سوف يعني يتألم الجميع. واليوم يعني نشوف على قول الأخوان المصريين يقتل القتيل ويمشي في جنازته، فيقول لك أنه راحت مجموعة من السفن لإنقاذ بعض الطاقم من السفينتين اللي تعرضت لعمليات تخريبية. الجميع يعلم وين حدثت بالضبط، لأنه تقريبا هي 14 ميل بحري من السواحل الإيرانية، ويعني لو دخلنا تفصيلا في الموضوع نجد أن هنالك يعني هذه مناطق مسؤول عنها الحرس الثوري السري التابع للحرس الثوري، هو مسؤول عن هذه المنطقة بانتشاره خاصة بعد تحرك حاملة الطائرات الأمريكية في المنطقة. هذا نقطة. النقطة الثانية حضرتك أشرت عن ما حدث في مطار أبها في المنطقة الجنوبية للمملكة واستهداف بصاروخ دقيق، يعني يسمونه كروز، خلينا نمشي معهم على أنه كروز معليش، لكن من أين حصل عليه الحوثي؟ من أين حصل على الإحداثيات؟ قد يستطيع أخذ الإحداثيات من الأقمار الصناعية، ولكن برمجتها ليس بالشيء البسيط، بأن يعني تبرمج صاروخ كروز يعني يعبر تقريبا 180 كيلو
أو 200 كيلو ويستهدف الصالة المدنية. هذه التصرفات سيد عمر أنا أعزها إلى أن هنالك تخبط، وتخبط واضح، يعني استهداف مضخة النفط تابعة دوادمي وينبع في قلب الجزيرة العربية في المملكة، إطلاق صواريخ بعيدة المدى في أثناء أو أثناء شهر رمضان المبارك، استهداف سفن إماراتية على السواحل الإماراتية. هذه العمليات أصبحت كالغريف، بل أصبح الإيراني وأدرعه كالغريف يريد أن 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 يرسل رسائل بأنه نحن لدينا أدرع، وهنا نريد أن نفهم العالم الغربي بأنه في توازن في القوة وهذه أدرعنا تتحرك، وهذا هو يعني بداية الانهيار للنظام الإيراني. يعني في يعني إحنا إذا تحدثنا أنه هناك مبادرة من قبل اليابان وزيارة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إيران لمحاولة لمثلاً يعني دفع إيران ودفع الولايات المتحدة الأمريكية للجلوس على 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 طاولة الحوارات أو طاولة الحوار، ولكن إيران تتعمد. يعني ما معقولة أنه تجي إيران تقول لك لا مو إحنا، يعني من المستفيد ومن يريد أن يرسل هذه الرسائل غير إيران، إن كان بقصفها لمطار أبها من خلال ميليشيا الحوثي اللي هي تدعمها وترعاها، أو بحرق الناقلات. لماذا إيران تريد أن تشعل المنطقة؟ وهذا سؤال مهم. يعني ترى إيران بغض النظر عن أنه تواجد لها وأذرع في المنطقة، إلا أن هنالك انهيارات. يعني خلينا نخرج برك شوي كده ونشوف ماذا يحدث في الحزب الله. هنالك انهيارات بعد تشديد أو وضعهم تحت القوانين، قوانين أقصد كيانات وأشخص وبدء مراقبتهم مالياً. هناك انهيار مالي واقتصادي. الحوثي في اليمن ترى هناك خسائر كبيرة لولا تواطؤ المجتمع الدولي فيما يخص السويد واتفاقية السويد. ماذا يحدث لإيران وميليشياتها في العراق؟ يعني أنا كنت أشوف لقاء قبل فترة للسيد علاوي على أحد القنوات، وتحدث مع الضيف بأنه وزير خارجية إيران يستنجد علاوي في لقاء خاص تم بينهم على أنه يعني يكون هنالك مبادرة أو اتفاقية بعدم الاعتداء مع دول الجوار. شوف أنا يعني أقول لك أنه هذه انهيارات، ويجب أن نرجع قليلا للخلف عندما قدم ظريف استقالته، تقديم استقالة في وضع زي كده. هذه مؤشرات على أنه النظام ينهار، ولكن هذا النظام يعني يراد له أن يبقى للأسف من بعض الدول الداعمة له. يعني على رأسهم ترى قطر، يعني أنا أقول لك قطر داعمة لإيران اقتصاديا بطرق شتى. كذلك يعني بعض للأسف يعني هنالك حاضنة كبيرة في العراق الشقيق، ولو أنه يعني المملكة وأشقائها حاولوا أن يأخذون العراق إلى الحاضنة العربية، ورأينا ماذا تحدث. أنا طلعت على كذا قناة عراقية وكان لي لقاء مع كثير مع الأخوان من العراق، وتحدث بأن هنالك لا يجب أن نتعاون مع أشقائنا العرب من أرسل الإرهابيين. في الصورة بأجملها هنالك انهيار وانهيار واضح، ولكن سوف يأتيك كما هو الجبل وينهد دفعة أخرى. الآن أنت أشرت إلى دفعة كاملة. أشكرك محمد بن السعودية. كان معنا أم أزهار من بغداد تعاود الاتصال بنا. تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا. بالنسبة إلى إيران، نعم. إيران تدخلاتها ويا الدول العربية، إيران متعلمة دائما تريد توجد وجودها في دول الخليج. أخذت العراق كله، ما اختفاها العراق، أخذت اليمن تريد تدخل إلى مكة وتريد تدخل إلى كل دول الخليج، وكأنما هي القدوة الأساسية في العالم كله تسيطر. وإذا تجي على الحقيقة فإيران في داخلهم ناس منهارة، مثل ما الشباب العراقي هنا، مثل ما العراقيين منهارين من حكومتهم، فهم هم هناك عندهم خلافات قوية وعندهم يوميا هم يطلعون مظاهرات وعندهم جوع وعندهم كل شيء. فإحنا بالنسبة لحكومتنا، حكومتنا إيرانية مفهومة من 2003 إلى هذا اليوم، هي أنطت مجال واسع إلى إيران،
تدخلاتها واخذت وتهديم هذا البلد العظيم اللي كان هو اعظم بلد في العالم في انتاجه في زراعته في صحته في دراسته في كل شيء في كل شيء. فهي من 2003 الى هذا اليوم حطمت هذا البلد دمرته تدمير كلي يعني من كل الجهات او من دراسته الى صحته الى انهياره لا صناعه ولا هالشباب اللي قاعد ياخذون شهاداتهم والكفاءات ومقعديهم بحيث صار الانتحار والبؤس في العراق. لا. يعني انا اتعجب على هاي الحكومه بعدين اكو ظاهره يعني ظاهره تتعجب منها او تضحك عليهم هذول الحكومه يطلع عبد المهدي يحكي على البرلمانيين البرلماني يقعد يحكي على زميله البرلمان الثاني وواحد يطلع عيوبه بلاخ وكانما احنا في يعني في واحه ماكو حكم ماكو قوه ماكو اراده ماكو كل شيء ماكو بهذا البلد يعني لا اكو حاكم قوي يحكمنا ولا قضاة تحكم ولا والسجون مليانه بالناس اللي متهمين زورا يعني الى متى يبقى هذا الشعب المسكين تايه ما يتوقع على فشي ماكو الى متى نبقى احنا تايهين ويا هذول اللي اجوا حرمونا من حياتنا الحلوه ومن اطفالنا اللي مستقبلهم شنو مستقبل اولادنا؟ نعم. الاكثريه يا هول اسئله انا برا طالع من المدرسه شباب اطفال صغار بالشوارع يركضون يشتغلون حتى اطفال قاموا يشتغلون عماله. نعم. حتى اطفال قاموا يكنسون الشوارع الى متى؟ ليش احنا مو العراق ابو الثورات ابو المال العظيم ابو ليش احنا هيك نعيش؟ انا اشكرك ام ازهار من بغداد كانت معنا اتصال ابو علي من كربلاء، تفضل ابو علي. السلام عليكم استاذ عمر. السلام ورحمه الله. جزاكم الله خير، واقعا كلامكم يداوي الجرح، يعني انا ما اعرف يعجز لساني عن شكركم. الله يسلمك ابو علي. هاي طلعت ايران تضرب السعوديه تضرب ناقلات اجنبيه متوسعه بالعراق بسوريا بلبنان. نعم الو اسمعك. ملاحظه طبعا عادل عبد المهدي اسوء حكومه جت للعراق يوم 10/9 ترشح اي وحده انا دائما اقول نعم عادل عبد المهدي تشوف الاخوه الكراد يقول نبذ دماغ في وسعنا يبقى. طبعا اكو ملاحظه لاهلي واخوتي الشيعه انا ومو طائفي ولكن مريت بهاي التجربه وكنت جزء من المعارضه ضد صدام حسين. فالشيعي العراقي المتشيع يعني الطائفي يفتخر انه شيعي اكثر من ما يفتخر يكون عراقي. هاي مشكله. عكس الايراني يفتخر بقوميته الفارسيه اكثر مما يكون هو شيعي. دائما نشوف الحكومه العراقيه التيارات الشيعيه تحاول ان تبعدنا عن العرب، حتى من سووا الدستور العراق متعدد الاعراب والقوميات والاعراق والعرب الذي فيه جزء من الامه العربيه. يعني يحاولون ان يبعدونا عن الامه العربيه، اكو شيء ثاني انا لا سبيدي يعني انا بالموضوع وياهم. نعم. احنا نحب ايران وايران تحتقرنا ونكره للعرب بالخصوص السعوديه والكويت، هاي حقيقه. وهم يحبوننا يعني هم نحبه ويحتقرنا، يحتقر. فتجي من الدستور الى العمل الى حتى ذول الربع يفكرون مثل ما قال نوري المالكي، احنا اللي يهمنا استقرار ايران. اذا هاي الدوله احنا ما لنا شغل بايران. بايران العراق، لان مثل ما قالت الاخت ام ازهار وغير ايران عدو ما تريد الخير. بس المشكله احنا وين؟ لازم نعالج اللي في داخل العراق اللي هم يحشون باسم العراق وقرار امتياز وعراقي وهذا يمشي على الفقراء. فأين مشكلتنا انه ما نفكر بالعراق، نفكر بس
في ايران. نعم. والايرانيين بتطانة يحتقروننا، ما يديروننا بال، ما يفكرون بينا احنا كبشر. وقبل من صار الحصار على العراق فهم احتفوا وقالوا هاي خدعه حتى تدمير العراق، وصدام ما كان يملك اسلحه نوويه. كلها قالت تخفيف صدام، ايش معنى هسه ايران ما عندها تخفيف والخامنئي تسلب المفاعل النوويه مالته والاسلحه الصاروخيه؟ شو هذا دينه وهذا ما دينه؟ انا اقول للمعارضه انتم ليش قاتلتوا صدام؟ ليش تعاونتوا ويا صدام؟ يعني انتم من عاونتكم ايران حتى تخلصكم من صدام وتحدد عنكم احرار؟ لو تعاونتوا مع صدام مع ايران وامريكا حتى تحتلون العراق وتسلموه لايران، هنا المشكله عندنا. مشكلتنا احنا عندنا هناك بالجنوب بالوسط، مع احترامتي اكو احرار ابطال من الشيعه، ولكن انا اقصد الاحزاب. المشكله انت ليش تدمر بلدك من اجل ايران؟ احنا كبلد مستضعف متبهدل نروح برجلين، احنا شنو ذنبنا؟ انه انت تقولون الحصار ما يصير على ايران، احنا شنو ذنبنا؟ انت ليش ما تفكر بالعراق؟ ليش ما تفكر بايران؟ يا اخي مو مشكله احنا شعب مسالم كعراقيين والله. بينما كانوا داعمين للحصار الاقتصادي. ابو علي للتفكير ابو علي ابو علي تسمعني؟ ابو علي الجماعه يرفضون الحصار والعقوبات على ايران، بس كانوا موافقين على الحصار بالتسعينيات على العراق. استاذ نعم استاذ عمر نعم خليه يعرف الشعب العراقي، احكيها لله والتاريخ، والله 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 الذي لا اله الا الله انا اعرفهم كلهم اصدقائي، كانوا يبذلون كل ما في وسعهم. هذا مجيد الخوئي واحمد الشلبي وابو احمد الجعفري اللي صار وزير الخارجيه، ونور كاظم المالكي وغيره وغيره وغيره، حتى يصير الحصار على العراق بمساعده ايران. ما كانوا يفكروا والله من كنا نقول لهم شنو ذنب الشعب العراقي؟ الشعب العراقي اذا ما يقوم خليه يستاهل. حتى هم انا اقول لكم انتم اذا ما تقومون على ذولا ترى ذولا ما يعتبرونكم، انا عشت وياهم واعرفهم، ما عندهم ضمائر، يضحكون عليكم بس هم وربعكم، وانا اقول لها للجنوب وكان احنا استاذ عمر انتم من اليوم هاي دوله العدل الالهي، من اليوم اللي استلموا ذولا الربع شفتوا؟ شفتوا ميه؟ شفتوا حريه؟ شفتوا كهرباء؟ شفتوا عداله؟ بس هاي هم فول فد ملاحظه. سمعت في يوم من الايام الطرف الايراني قال احنا لزمنا اثار تتهرب من العراق. نعم. في يوم من الايام سمعت الطرف الايراني قال احنا لزمنا مواد مخدره. نعم. والله يا يابا والله والله انا ضميري انبني، والله العظيم الحمايه متدخل عليكم المواد المخدره وتبت عليكم وتقتلكم، فكروا بالعراق، كونوا مع اي انسان بس فكروا بالعراق. نعم انا اشكرك ابو علي المباشر. اشكرك ابو علي من كربلاء، كان معنا اتصال ام عبد الله من بغداد، تفضل ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. ليله مباركه على كل المسلمين الطيبين وعليكم جميع العراقيين. استاذ التدخل الايراني والعبث بالامن القومي للوطن العربي هو السبب، احنا العرب صامل العرب. ليش؟ لانه صار لنا احنا 15 سنه واكثر من 15 سنه تدخل ايراني موجود في الوطن العربي. تعتبر السعوديه هي قائده الامه العربيه والاسلاميه في الوطن العربي. ليش ما اخذت احتياطاتها منذ القدم من قبل 30 سنه او 40 سنه انه تحافظ على الامه العربيه والامه الاسلاميه؟ ليش ما حتى في الوقت الحاضر عندما صار التدخل واخذت تضرب ايران وعن طريق الحوثيين تضرب المراكز المهمه في السعوديه؟ وهذا مطلب، ترى هذا مطلب مو بس مطلب ايران، هذا مطلب امريكا واسرائيل، لانه هي اللي وضعت هاي الحلول القضاء على الدين الاسلامي وعلى كلمه الله اكبر اللي كان ترامب دائما يذكرها ويقول انه هاي الكلمه لازم نلحيها من الوجود. وبالفعل
ليش هو ترامب ما يشوف الوضع الوطن العربي والوضع الايراني وتدخلاته وضربه للمسلمين وضربه للدول العربيه الاسلاميه ووجود التناحر ما بين الدول العربيه. انت يا سعوديه انت كنظام سياسي قوي المفروض هي تلمين حكام العرب تحت سيطرتك ومقومين بعمليه ارضاء الاطراف تقول في سبيل وحده العرب ووحده الامه العربيه. الاجتماعات اللي صارت اخيرا شنو نتيجتها؟ نتيجتها انه بس انه قالوا انه ليش تضرب السعوديه ايران؟ ليش ما اطلع بنتائج هي وحده الوطن العربي وقيام جيش جبار من الامه العربيه والامه الاسلاميه للحفاظ على الاسلام وعلى وحده الوطن العربي والوحده الاسلاميه؟ ليش احنا مبعثرين؟ احنا دائما وزير الخارجيه الاسرائيلي يقول انه احنا الشيعه مع ايران والصهيونيه يد واحده مع الاعتذار للشيعه الطيبين، الشيعه هم اول ما ساندوا ايران وعلى اساس انه ولايه الفقيه هي اللي تساعد على قيام وحده العراق والحفاظ عليها والحفاظ على المراقد الدينيه اللي موجوده في العراق، هذا حسب ما يذكر قاسم سليماني. هذه كلها ترى يعني تصريحات في سبيل انه تقوي ايران وتدخلاتها في الوطن العربي. ساندت كثير من الشخصيات العربية خاصة بشار الأسد وهسه بنشوف وضع السوريين وروسيا ووضعها وإيران ضد أهل السنة في سوريا وقتلوا الشعب السوري كله، ومع العلم أنه قتلوا الشعب العربي في العراق والشعب اليمني وصارت التنحرات وخلوا عزة وقطر وخلوها تروح ويا إيران. المفروض إحنا نجذب كل حكامنا الى وحده الوطن وحده الامه، لان التنافر اللي ما يساعدنا احنا، هذا التنافر هو اللي ساعد ايران وامريكا واسرائيل على انه واحد يقتل الثاني من العرب، واحنا اللي قتلنا ابطالنا واحنا اللي قتلنا علمائنا. انا اشكر شيخ عبد الله من بغداد كانت معنا. خلونا نقرا رساله واتساب يقول السلام عليكم، يقول كما اسمه عادل زويه كبقيه الذين حكموا العراق فلا نرجو من هؤلاء خيرا، ويضيف بأن هذه اللعبة بين أمريكا وإيران وبأن دول الخليج هي من تدفع الثمن. رسالة أخرى يقول فيها مبروك من الإمارات، يقول التهديدات الإيرانية في العراق والمنطقة هي تهديدات بالتدخل في شؤون الدول وحشد الميليشيات المجرمة في العراق والمنطقة في ظل أطماع النفوذ والسطوة والسلاح وكثير أمور تتعلق بالتوسع والنفوذ والمصالح. من هذا إزاحة التابعين لجارة السوء إيران هو الحل الوحيد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. صباح تسمعني؟ انقطع الاتصال مع صباح من بغداد. طبعا ناخذ ابرز الادانات العربيه والدوليه حول الهجمات على ان كان على مطار ابها في السعوديه او على الناقلتين في خليج عمان. أدانت هيئة علماء المسلمين في العراق استهداف ميليشيا الحوثي مطار مدينة أبها الدولي جنوبي السعودية الذي أسفر عن إصابة
26 مدنيا من المسافرين من جنسيات مختلفة بينهم أطفال ونساء، فضلا عن وقوع أضرار مادية في المطار. الهيئة قالت بأن هذه الاعتداءات الإرهابية الخطيرة مدانة ومستنكرة، لا سيما أنها تستهدف المدنيين وتتعمد إيقاع الضرر بهم، وهو دليل آخر على المخاطر الكبيرة المحدقة بالمنطقة. وأكدت الهيئة بأن التهديدات التي تستهدف المنطقة في الوقت الراهن هي نتيجة عدم ردع الجماعات الإرهابية المدعومة إيرانيا سياسيا وماديا، وبيّنت بأن الحوثيين تمكنوا من الوصول إلى مثل هذه الأهداف وبهذه الطريقة من جراء الدعم الإيراني والتواطؤ الأمريكي. نعم. طبعا يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان في جلسة طارئة له، وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاعتداءات على ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجمات في بحر عمان خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. صباح من بغداد يعود الاتصال معنا، تفضل صباح. السلام عليكم أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالنسبة للتحرشات اللي جاي تصير بالبحر وغيرها كلها على إيد أذرع إيران، يعني طبعا إيران راح تصرح أنها ما لها علاقة وما لها هاي يعني بريئة من هاي الضربات وكسابقاتها، يعني مثلا الضربات وغيرها، لكن هي بدعم الأذرعها اللي موجودة بالمنطقة سواء الميليشيات العراقية أو الحوثيين أو حزب الله أو غيرها، يتم ضرب كل المصالح الدول العالم. يعني احنا نعرف هاي البارجات المن وتحمل النفط اليابان، يعني المهم يسوون بلبلة بس مو على ايدهم، لكن النتائج هاي من الضحية. الضحية هم تلقاهم ميليشيات عراقيين طبعا أو حوثيين يمنيين، لكن إيران شنو اللي خسرتها؟ ما خسرت ناس من عندها، يعني مقاتلين من عندها أو من الجيش أو غيرها، يعني هي ما عندها الجرأة أن تضرب أمريكا وجها لوجه. لا، هاي السفن يعني اليوم مسؤول بالبنتاغون يقول إيران هي المسؤولة. بالطبع كل التقارير، كل التقارير البنتاغون والأمم المتحدة والأخير الاجتماع للدول العربية بالسعودية قادة الدول العربية إنهم يتوجهون كل هاي الضربات الإرهابية لإيران بدعم إيراني، لكن إيران حقيقتها ما واجهت الأمريكان وجه لوجه، تواجههم بالميليشيات الموجودة والحوثيين وتم يعتبرون إيد لهم وإيد يعني ينفذون كل أجندات المشروع الصفوي الإيراني بالمنطقة بالشرق الأوسط، مو بس بالعراق وبس بسوريا واليمن وغيرها، ولكن الضحية منه احنا ساحات معركة نصير سواء باليمن أو السعودية أو بالخليج أو بالعراق أو بلبنان، الضحية هم الناس المسلمين، عامة المسلمين هم الضحية والمستفيد الأول والأخير هم إيران. يعني الضحايا اللي شنو إيران تشعل المنطقة؟ بالطبع أستاذ، يعني إيران عندها مشروع، لكن أمريكا أمريكا صمت الأمريكي، يعني القوات المتواجدة الأمريكان، يعني هذا غموض. حتى الناس مرات يقوم يصرحون بيناتهم أو يصير سوالف بين العالم يقول لك أمريكا ما راح تضرب إيران، مشروعهم واحد وأمريكا وإيران هدفهم واحد هو إضعاف المسلمين واستغلال الخيرات المسلمين بالمنطقة. يعني مرات يعني الناس تحكي، لكن احنا التواجد الأمريكي وهاي القواعد والتعزيزات والبوارج وغيرها كل هاي يعني شدل، يعني الأمريكان اللي هم دمروا من المنطقة شنو هذا صمتهم؟ مجلس الأمن وأول بنتاغون، يعني شنو الغاية من هذا؟ كل التحشيدات العسكرية وغيرها والبوارج والبي 52 وغيرها، يعني شنو الغاية؟ يعني شنو ينتظرون من أن قطع أيد الإرهاب سواء بالعراق ونقصد الميليشيات سواء بلبنان حزب الله سواء الحوثيين؟ لذول جاي يهددون المسلمين بكل مكان، يعني مو تقول عندهم غاية هي يقول لك كلا كلا أمريكا كلا كلا إسرائيل، لكن الضحية احنا نعرف الضحية والهدف الرئيسي هم المسلمين السنة بكل الوطن العربي وكل الشرق الأوسط. أما نيران الإيرانيين وأذرعهم ما توجهت إلى تل أبيب أو الجولان أو إلى القواعد الأمريكية بصورة مباشرة، كل الغاية من عندهم هو تهجير السنة والسيطرة والهيمنة سياسيا واقتصاديا على هاي البلدان. وإيران اعترفت شيء رسمي، قالت أنا أسيطر على أربع عواصم
عربية وهذا واقع الحال، لكن احنا الامريكان اللي يحجون بالديمقراطية والحرية وجينا نحرر العراقيين، هذا تحريركم؟ العراق اصبح الان ساحة معركة وخراب، سيطرت عليها كل الميليشيات الطائفية وهي اللي جاي تحكم. قادة الميليشيات الطائفية هادي العامري وقيس الخزعلي هم نفسهم كانت امريكا تسوي لهم غطاء جوي بكل المعارك اللي سابقة، والان يتبجحون. يعني سياسة يعني رعناء، سياسة ما جاي تفهمها سياسة امريكا بالمنطقة. يعني الناس كل المسلمين الشرفاء يتمنون ضرب إيران في سبيل تهجيم الشر اللي شايلته والإرهاب اللي شايلته. يعني ما منو الإرهاب؟ هم الإرهاب. نعم. هاي الميليشيات الطائفية إرهابية، الحوثيين إرهاب، حزب الله إرهاب، هذا التهجير اللي صار بكل مناطق العراق، التهجير القصري والتغيير الديمغرافي اللي صار بالمناطق مثل جرف الصخر وديالة وغيرها والسعودية ومناطق الأنبار وصلاح الدين وتل أحفر وغيره. أمريكا عندها علم به، لكن الصمت شنو هذا الصمت إلى متى؟ نعم. يعني أنا أمريكا أشكرك صباح يعني من بغداد كان معنا اتصال أبو محمد من الديوانية، تفضل أبو محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك لك أستاذ عمر. حياك الله، يا أهلا بك. قناتكم الكريمة. أهلا وسهلا بك. شلونك يا استاذ عمر؟ يا اهلا بيك. شلون نشوف التدخلات الايرانيه والتهديدات الايرانيه بالعراق وبالمنطقه؟ نعم، هي اكيد اكو تدخلات واكو كل شيء موجود، مو بس تدخلات. الاخ هسه قبلك هسه اللي سمعته يقول السنه العرب والسنه، هو احنا ولا السنه ولا اي واحد؟ العراق لا انظلم ولا انباق ولا جاع، من يجوا عندي؟ السنه شيعه، لو كل العراقيين يجوعون في القوافل، صح لو لا؟ يعني ارد عليه الاخ قبلك اللي جاي يتصل عشان قبلي شوي. نعم، نقول له ايران احنا ما ظلمتنا، بس السنة ظلمتهم، احنا الشيعة مظلومين ونفطنا جاي يروح من جوانا يروح لايران. احنا الشيعة من البصرة. بس هو ده يتكلم انه هناك ضرر وقع الفترة الاخيرة خاصة من تهجير، يعني مثلا جرف الصخر ايران مسيطرة على الملف. لا ماكو تهجير، لا ماكو تهجير، لا حتى واحد يقول لي الشيعة مختلفين بالعراق، بس عيب على الاخ القبل اللي جاي يقول احنا السنة العرب مظلومين. ابو محمد، الشيعة المظلومين من ايران. ابو محمد، جرف الصخر باعتراف اياد علاوي طلع بتصريح قال خابرت على حج جهاد العامري وقلت لعمي رجع لنا النازحين الى جرف الصخر، قال له والله الملف مو بيدي، بايد ايران. ولا مشعان الشبوغي ولا المالكي ولا عائله رجعت بجرف الصخر، هاي اذا ذكرنا بس جرف الصخر. اما الصقلاويه وغير الصقلاويه اكو نعم. ظلم، اكو ظلم يا اخي، بس لا تقول احنا السنه العرب، احنا الشيعه مظلومين وما نقدر نحكي وياهم. هاي نعم. العراقيين مظلومين، احنا الشيعه، بس هو ده يشير لهذا الامر. قل احنا مظلومين، بس على الاخ انا اقول له عيب عليك، قبل هسه قبل شويه يقول السنه احنا العرب مظلومين من ايران ومن الشاكه، قد اقول له احنا المظلومين قبلك لا تنظلم انت. نعم. لازم تقول العراقيين مظلومين ولا تجيب طائفيه مال السنه والشيعه. نعم. قل له عيب يا اخي، احنا ماشي. مظلومين من ايران، ايران اخذت ثروتنا. هسه خلينا بموضوعنا، انت وضحت فكرتك. ايران تهددنا من الشاكه، صحيح؟ نعم صحيح، انا وياك، انا شيعي جاي اقول لك ايرانيين احنا هنا عندنا ميليشيات تتابع الايران ما نقدر نحكي واحد. نعم. بالجنوب وبالوسط وبكل مكان. نعم. حتى واحد يقول لي كذب ينكر هذا الشيء. النفط مال البصره ما نقدر نحكي ولا نداعي به ابد الا راسي يطير. نعم. ليش؟ هاي الاحزاب التابعه لايران، انا وياك قول هيك، يقول الشيعي مظلوم اخوي نايم بالزباله. زين ابو محمد، ايران ايران نعم، من سبب ايران سبب ميليشياته. ابو محمد، إيران مسيطرة على العراق وسوريا وبلبنان وباليمن، ودعت تضرب هنا وهناك بالخليج العربي، إيش تريد هاي إيران؟ إيش تريد؟ برأيك؟ أنا جاي أقول لك إيران ظلمتنا، أنا الشيعي قبلك أنت السني، لا تقول السنة وإحنا مظلومين من إيران، قول العراق. ما قلت لك أنا السنة، ده أسألك على إيران. لا الأخ قبلي، لا مو أنت. هسا دعوه في قبلنا، مو قلنا لك خلاص اتركه. يا ابو محمد، نعم وياد علاوي. نعم. ولا كان تصريحات دولة كلهم ترى خلال ايران ولا امريكا، ترى صدقني ياكلون من خامنئي اليوم يحسون عن ايران باكي تقعد تعشي من خامنئي، اياد علاوي وصالح مطلق وكلهم سليم جبوري علاقتهم قويه بالخامنئي. احنا ليش تنكر هذا الشيء؟ لا تقول ان العرب ولا تقول الشيعه، كل احنا مظلومين مطرودين من الدول الجوار كلها، وامريكا اللي تدرب هذا الشيء وهي جايه تراعي هذا الشيء، وتدرب ايران حاطتها تخوف فيها جاي. نعم. وتاخذ فلوس من عندنا العرب من جوانا ثروتنا على مود شنو؟ ايران تهددكم وتضربكم. ايران مستفاده من امريكا وامريكا مستفاده من ايران، وام اخوان قاعدين بطاوله واحده. نعم. لا يقنعني واحد يقول لي امريكا تضرب ايران، ما كنت حكي عمي. تحياتي لكم وقناتكم هاي الكريمه. حياك ابو محمد من الديوانيه، اهلا وسهلا بك. معنا اتصال ابو عمر من السليمانيه، تفضل ابو عمر.
بس أرجوك بدون رد على متصل. خلينا بموضوعنا. لا 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 ما لي علاقة. أرجوك مظلومية هاي ما لي علاقة بيها. يعني تالي شلون راح تخلص وياكم هسا؟ احنا موضوع الحلقة يروح وكل متصل يرد على متصل آخر. تعليق على الباخرتين، تعليق على الباخرتين. نعم ألو تفضل أستاذ. أكو مثل على سيارة الكل مغروب ضامين عليها، مثل سيارة الكل يكون كل أفهم مدى أفهم عليك. نعم أقول أكو مثل على سيارة الكل كي أكو سيارة اسمها كي. إيه طامع عليها شبيها إيه مغروب بيها مثل يقول تابوت إيش عليها إلا مو بالروحة ولا حسين بالجية بإيران حفرة قبرها بيها السياسات. رئيس الوزراء الياباني من راح الإيران بارحة وصل هناك هو ما حمل رسالة توصل الإيران، لا بل بالعكس رسالة إهانة وتحقير وتهديد. لهذا اليوم الصبح جابوه فجروا الباخرة اليابانية اللي تحمل مادة النفط الميثانولين جلسات مكان هذا. هم اتوقعوا شو ورطوا قدام حسين بالكويت فهذول اليوم هم ورطوا بهاي الكلمة. هم كل الدنيا يعرفون جاي يحتقرون ويهينهم ورجالهم رسائل تهديد من امريكا اذا ما تطلعون ترى تدمرون. هذا من عظم هاي العبايم والعبايات السود اللي ينزعلكم اياها ويلبسكم. أنا أشكرك أبو عمر السليمانية كان معنا أشكرك. نقرأ آخر مسج على الواتساب يقول إيران تنفذ مخطط صهيوني لتقسيم الشرق الأوسط والدول العربية. إيران وإسرائيل وأمريكا وبريطانيا وأوروبا يريدون أن يضربوا الشعوب العربية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين والتي تحدثنا فيها حول السياسة التوسعية الإيرانية في المنطقة. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.